babies. تقول لا enough انت تعالي انت او معروف ترى انه انا مجنونة بسس يعني من زمان من يومي انا مرة احب البسس فقبل ما اتخرج صاحبتي في جدة هي كانت انا كنت ابغى اسوي بزنس فارسلت لي صورة عن كات كافيه في ساوث كوريا بس فلما شفت الصورة هذه صرت اسوي ريسيرش وكذا و I got hooked on it البسس جبتهم في بعض منهم adopted في بعض منهم أنا اشتريتهم وفي some of them كانوا أنا يعني عندي من الأساس من قبل ما أفكر في الفكرة وفي كمان كم من واحدة أخذتها من الشارع وزي هذا هذا أخذته من الشارع وفي تيجر بس كده يعني it's a mixture Actually, I was actually amazed with how many cats are there here, and they all get along well. I mean, so well. They don't fight, and they're so how do you say so friendly. You know, they just come around you while you're drinking your coffee, and then like they just want you to pet them, and it's really like a stress relief for me. And always, you know, we fly a lot, and we feel really stressed after work, and we just want to have like a day off and relax. At a cafe or somewhere around, and with the cats, it's like amazing. هي شوفي اي شيء يكون جديد يكون في الاول غريب وبعدين في بالنسبه احنا العرب بشكل عام في بعض منهم تعرفي يسمعوا الإشاعات عن الحيوانات وكذا فيكونوا شوية متخوفين بس بعد ما يعني أحس صاروا الناس أغلب الناس تقبلوا الفكرة يعني I don't know.